نروح للسؤال اللي بعده. درجة حرارتك 41. مجدي شطة أحسن منك وصوته فيه حاجة، وإنت صوتك نشاز ومزعج. تنكر إن شطة أفضل منك؟ مفيش حد أفضل مني. شطة وشطة مين؟ معلش اللي انتوا تقارنوه معايا. شطة مين اللي انتوا تقارنوه معايا؟ هو طلع قال انتظروني مش رايح حفلة حمو بيكا اتصيد. عشان قال حمو بيكا. عشان قال حمو بيكا اتصير. اه. وانت رديت عليه؟ لا. لا رديت؟ لا عمري ما رديت عليه ولا هرد عليه. امال مين اللي بيرد عليه؟ علي قدورة هو اللي طلع رد عليه. وعلي قدورة ده مش بتاعك؟ بتاعي. ما طلع رد عليه. ما قال لي ما ينفعش انت ترد عليه. اه يعني انت اكبر من انك ترد عليه. انا ما ينفعش ترد عليه. يعني انت مشغل الصبيان بتوعك. لا مش الصبيان، دول اخواتي. بس مجدي شطه فعلا صوته بيقولوا حلو. فين صوته حلو؟ يبقى مصر كلها صوتها حلو. انت كل الناس مصر كلها صوتها حلو. الناس كلها بتغني. مش معنى انا ما غنيش. انت واخد الحكايه بالتكال على الله. احنا كلنا بناكلوا عيش. بتاكلوا عيش. مصر كلها بترزق. مصر كلها بترزق. كله بيرزق. مصل هو ما هو ربنا اللي جعل ليا سبب اللي انا اكل عيش. العبد عمره ما هيجي يقف. و طب انت لما كنت على التوك توك كنت بتاكل عيش برضه؟ ما فيهاش حاجه. ربنا دايما انا بقول لك كنت بتاكل عيش. ربنا كرمني ورزقني عشان انا كنت بشتغل على التوك توك فرضاني لوحدي. اما انا دلوقتي معايا 20 نفر بياكلوا عيش. شوفي كل نفر معاه اسره كام نفر، وشوفي يعني كل دول فاتحين كام بيت. بس يمكن ربنا قال لي خد عشان انت ترزق الناس دي كلها، ترزق والناس دي كلها. انت خير؟ انت خير يا مو؟ الحمد لله. خير بتعمل الحمد لله لله وبتزكي بص الحاجه دي ما بتتقالش، بس التجاره مع الله حلو. تجاره مع الله حلو. بس هي ما بتتقالش. بس اللي بيتاجر مع الله يضمن اللي هو طول حياته هيفضل في خير جاي له. بس ونعم بالله يا حمو. الفقره دي خلصت، وبعد الفاصل تنقذ مين؟